اديني ولد بني. بدك ولد كمان؟ بدك ولد بالتسعين؟ نعم. ايه انا تجوزت بني صغيره. قد ايه عمرك يا عم؟ قد ايه؟ 90 سنه. عمرك 90 سنه؟ نعم. وهي 24. وهي عمرها 24؟ ايه. بكيفك عاد؟ جوزت عم بستة تموز، يعني من شهرين ونص تقريبا، واليوم جيت من العراق الى بيروت، يعني صحتك؟ نعم ممتازة. نعم ممتازة. حضرتك ابنه دكتور حسن؟ نعم. كم حفيد عنده الحاج مصلي؟ 375. وتجوزت مرة تانية؟ بعد وفاة الأولى. بعد وفاة الأولى؟ بعد وفاة الأولى بثلاث سنوات طلب من عندنا أن يتزوج الثانية. ليه بدك عروس هلأ؟ ها؟ ليش بدك عروس؟ لما كيف كل أهل الحرمة، كل واحد ليلة حب؟ إيه حب. يا عم بهالعمر بعد في حب بهالعمر؟ إيه والله بعد مدة اثنين، يعني يقول لك واحدة ما يكفي مدة النوبة الثانية. أي والله. بدك عروسين؟ أي والله عروس. بدك عروسين؟ هلأ جوزت أول عروس. إيه بس العروس شو كان مواصفاتها؟ ليه كان بدك إياها عروس صغيرة في السن؟ ليش؟ هي طلبت. يقول أنا من الزواج إنه من الزواج خو ما أخذ عجوزة، أخذ بنية مثلاً أتوالم وياها، ما أخذ لي مرة كبيرة. شو تسوي بالكبيرة؟ شو تسوي بالكبيرة؟ وشو تسوي بالصغيرة؟ ليش؟ يجيني ولد بنية. بدك ولد كمان؟ بدك ولد بالتسعين؟ نعم. إيه. شو اسمها؟ منى اسمها. أنت ومين تزوجت؟ ولد أخوي، ولد ولدي. ولد ولدك تزوج وياك؟ أربعة وياه. اثنين، يعني عرسك كان مع عرس احفادك. الاربعة. احفادك الاربعة؟ اربعة. وانت العريس الخامس. يعني تجوز هو واحفاده؟ هو احفاده الاربعة. وهو وزوجته يصيرون ستة. كيف يعني؟ فسر لي كيف صارت. الحجي طلب من عندنا انه يتزوج. ايه؟ مرة ثانية. من اقبلنا انه صارت القسمة، صار العقد على ست منى اللي هي والدتنا سبل الجديد. طلب احد الاخوه اخوتي انه يتزوجون. مين اكبر، انت او الست منى؟ لا لا لا، انا اكبر. قلت لي والدتنا هلا. اي طبعا والدتنا طبعا. نعم. اي هذا نتشرفوا بهذا الشيء. ليه قبلتوا انه يتزوج بهالعمر ومن صبيه عمره 25 سنه؟ طلبه هو، ارادته هو، فاحنا من بر الوالدين لازم انه الشيء نلبي له، لان احنا ما رجع جميل 1%. 1%؟ نعم. ما رجع جميل من السواء انه هو، لو ما هو انا ما صير الدكتور. فمو فد شيء صعب علي انه ازوج بنيه بهيك عمر، ورغبته هو وارادته هو. نعم. بالعكس انا جدا مسرور. برايك صح الزواج بعمر التسعين بصبيه عمرها 25؟ ماكو مشكله بالموضوع. ما في مشكله اذا كان توافق بين الطرفين، فماكو مشكله، لان هو شروط عقد الزواج موافقه الزوجين. هي ليه قبلت؟ هي ليه قبلت ست منى؟ قسمه الله سبحانه وتعالى. نصيب. نصيب. يا عم الحب له عمر الحب؟ حب. في حمار ام من دون عمر الحب؟ ابد. بتحبها للست منى؟ اي ابد. بتحبها؟ اي بحبها. لو محبه ما حب.